السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. تقبل الله صيامكم واعمالكم. واليوم مثل ما تفضل سيد المخرج راح نطرح موضوعات مشاكلنا اليوميه. ان تتجول في بغداد يحتاجك الى ساعات، ان تتحول الى دوامك يحتاجك في ساعة، ساعة ونص أقل تقدير حتى ممكن أن توصل إلى مكان عملك. هذه طبيعية إذا كانت هناك، عفوا ليست طبيعية إذا كان هناك لا يوجد عمل معين، لكن طبيعية إذا كان هناك عمل. وللأمانة وبتجرد هناك مشاريع كبيرة في بغداد، مشاريع فك اختناقات. ماذا نشوف مثلا؟ أبنية ومصانع في بغداد مثلا، لا نشوف جسور. إيش قد نسبة بعد الإنجاز تفك مشكلة؟ أكيد مختصين هم اللي يجاوبون. يعني بصراحة ما عندي جواب لهذا الموضوع. كذلك يمكن قلنا إذا ما شاء الله حكومة، بعض من أطلق عليه حكومة الجسورة، خلينا نشوف كل هاي يمكن يجاوبون عليها. لا، من خلال برنامجنا اليوم في رمضان مبارك، حتى ما ناخذ غيبة العالم في عام، حلقة مباشرة كلها تشوف، حتى المسؤول يشوف، حتى مو غيبة على المسؤول، مو تمام خرجنا. فاليوم ضيفنا الأستاذ حسين جاسم كاظم، مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان. نرحب بك أجمل تحية بأستاذ حسين، وكل عام وانت بخير إن شاء الله، ورمضان مبارك عليك. تحية لك أستاذنا الغالي، وإلى كادر قناة الأيام، وأيضا من خلال شاشتكم الكريمة إلى جميع مشاهدي الكرام، ونقول لكم رمضان كريم، وتقبل الله الطاعات بأحسن القبول إن شاء الله. الله يحفظكم. هاي المقدمة شو جوابها؟ والله مقدمة، أولا أثني على حضرتك، هو هذه تمثل هموم المواطن، يعني بصراحة المواطن البغدادي وأي مواطن عراقي، يعني تهمه أنه يعني بغداد بصراحة يعني كعاصمة، هناك يعني أي مواطن عراقي حتى خارج سكان بغداد تهم تطويرها وزيادة البنى التحتية فيها وحركة المواصلات والنقل، لأسباب مرة لسبب أنه هذا المواطن راح يكون مستفيد مباشر من خلال، وحتى وإن لم يسكن بغداد، ولكن يعني قدومه إلى بغداد لقضاء حاجة أو معاملة أو زيارة دينية أو غيرها. ولأمر اعتباري آخر هو أن بغداد هي عاصمة البلد، فبالتالي من حق أي عراقي أن يفتخر بعاصمته ويريد لها أن تكون بمصاف العواصم بالدول المجاورة على الأقل، أو بالدول الأخرى. يعني إحنا ما يعني مو أقل من باقي الدول حتى تكون عاصمتنا بها ألق وجمال وتطور وتمدن. فبالتالي هذا الأمر أصبح بعد ما تحقق الاستقرار الأمني وأصبحت كل الأعذار الآن غير متوفرة، بالتالي لابد أن تشرع الأذرع وتشمر الأذرع باتجاه البناء والإعمار. والتوجه الآن بحكومة الخدمات من خلال البرنامج التي طرحته هو زيادة أو تقوية وتعزيز البنى التحتية وصيانة المتهرئ منها، كون أن بغداد غابت عنها التنمية لعقود من الزمن. بالمناسبة بغداد ليست يعني تصميم العمران، تخطيطها وتصميمها توقف فيه التنمية حتى في أيام قبل 2003 2001 نعم توقف قبلها، يعني في أيام التسعينيات تعرف الحصار وظروفه وغيره، الثمانينات حروب، ويعني يعني تقديرات الشخصية أن بغداد غابت عنها التنمية منذ نهاية السبعينيات أو بداية الثمانينيات، وبالتالي أصبحت حتى البنى التحتية الموجودة بحاجة إلى صيانة، وقسم من عندها حتى بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد. إضافة إلى ذلك زيادة الحاجة اللي تولدت نتيجة النمو السكاني ونمو أعداد السيارات بشكل كبير بعد عام 2003، وتحسن الدخل للمواطن العراقي اللي بصراحة أصبحت السيارة اليوم سلعة يتم شرائها حتى من المواطن اللي دخله متوسط أو أقل من المتوسط، وبالتالي أصبحت أعداد السيارات بشكل كبير، والبنى التحتية من أنفاق وطرق وجسور
اقل مما يمكن، وبالتالي اتخاذ معدومه معدومه بالضبط قياسا باعداد السكان وقياسا باعداد السيارات. لذلك يعني الحكومه لم يغب عنها هذا الجانب، وطرحت في برنامجها الحكومي او البرنامج الذي تبنته هذه الحكومه ضمن ملف الخدمات، طبعا هو شعارها هو ملف خدمات، ولكن ضمن هذا الملف هو ملف تطوير النقل والمواصلات في عموم العراق وبالعاصمة بغداد باعتبارها العاصمة السياسية والمدينة الأكثر سكانا اللي تحتوي على ثلث سكان العراق، بالتالي هي الأولى أن يكون لها النصيب الأكبر في هذا البرنامج. حسن، الأمر الافتراض حسب ما درسنا السيد المحافظ ورئيس مجلس محافظة بغداد الحاليين كان زيارة لهم، فقال هو الأمر الافتراضي كان هو من 73 التصميم بغداد تصميم الحضري إلى سنة 2001، هذه 50 سنة ينتهي بها هذا التصميم ويعاد تصميم آخر حسب كثافة سكان. إلى الآن هو ما قاد الحال، ماكو تغيير جديد صار على الخطة اللي كانت مرسومة لها لمدة 50 سنة، هذا بالإضافة إلى الموضوع اللي طرح. جيد، يعني هل هذه المجسرات وإن شاء الله جسر أكو موجود نشوفه يشتغلون به في على نهر دجلة، هو هذا فك الاختناقات فعلا؟ لان احنا نشوف بعض دي سائل يقول لك ابسط الاشياء، جسر وائل المعظم مال كلية فنون جميلة، جسر يعبرك تقاطع ويطببك على اشارة ماكو 50 متر او 100 متر، راح تلقى نفس الزخم بل صار الازدحام على الجسر. كذلك هسه جسر قرطبة اللي مال باب شرجي من القيلاني، يقول لك جيد انت راح تخلي المسار اللي جاي باتجاه المدينة وباتجاه وزارة الداخلية ماشي مباشر يطلع بدون ما يستوقفها بالإشارة، هماتين اللي جاي يروح الباب الشرجي اكو نفق واكو إشارة واكو ازدحام، شنو اللي شنو راح يتغير في بغداد يعني؟ نعم، مثل ما ذكرت أنا بالمحور الأول من هذه الحلقة، بغداد يعني حاجتها كبيرة وأعداد السيارات فيها يعني تم زيادتها بشكل غير مدروس، وفتح الاستيراد بطريقة غير مخطط لها، وبالتالي هذا انعكس على شبكة الطرق ومقدار استيعابها لهذه الأعداد. طبعا مشكلة الازدحامات هي موجودة في أغلب يعني مدن العالم المكتظة، يعني اليوم مثلا على مستوى الجوار مثلا اسطنبول مدينة عريقة فيها شبكة أنفاق وجسور عملاقة وطرق سريعة، لكن أيضا في أوقات معينة تزدحم هذه المدينة، كذلك دبي كذلك بعض المدن الأخرى، هذا الأمر طبيعي. ولكن غير الطبيعي هو أنه مدينة تبقى بدون تطوير، تغيب عنها التنمية لعشرات أو عقود من الزمن، وبالتالي تصبح الفجوة كبيرة. اليوم إحنا أمام فجوة كبيرة في موضوع تطوير شبكة الطرق في بغداد. هذا الأمر يعني ليس مدعاة لأن يعني نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المشكلة، بالتالي كان موضوع اللي تبنته الحكومة ودولة رئيس الوزراء هو فك الاختناقات في بغداد. طبعا هو هذا على مراحل، يعني بغداد فيها أكثر من 60 تقاطع، دراساتنا المرورية من خلال نصب الكاميرات والعدادات حددت أولويات، يعني اليوم هذه الحزمة هي حزمة أولى وليست كل يعني الحل، هي جزء من الحل لكن هي الأولوية الأولى، لأنه لا يمكن البدء في 65 تقاطع دفعة واحدة لأسباب طبعا غير ممكنة، لأنه لا يمكن قطع الشوارع والساحات في آن واحد، لكن احنا استهدفنا 19 مشروع يعني هذا المشاريع. عفوا استاذ حسين، يعني عندكم ايش قد؟ احنا استهدفنا 19 مشروع لا في الحزمة الأولى بالمجمل، اكثر من 65 تقاطع في بغداد بحاجة الى تطوير، يحتاج اما انفاق اما انفاق او جسور او جسور عابره تربط الرصافه بالكرخ. تكون في النيه استخدام عمل على كل هاي المشاريع؟ احنا اطلقنا الحزمه الاولى وبدينا الان بالحزمه الثانيه، مثلا هسه حضرتك ذكرت الفنون الجميله. الفنون الجميله هو المرحله الاولى من تطوير شارع صفي الدين الحلي، هذا المحور الممتد من مدينه الصدر شرق بغداد باتجاه يربط بشارع 14 تموز اللي هو شارع مطار المثنى، هذا محور واحد. احنا اليوم استهدفنا ربط محمد القاسم اللي هو يتقاطع مع هذا المحور من خلال مجموعة تقاطعات، هذا يضم من محمد القاسم إلى
14 تموز هناك اربع تقاطعات تقريبا. التقاطع الاول هو الفنون الجميله، التقاطع الثاني هو تقاطع الصرافيه، التقاطع الاخر تقاطع براثه في جانب الرصافه، والرابع هو تقاطع الشالتشيه. استهدفنا البدايه والنهايه في هذه الحزمه. هناك تطوير الان في الشالتشيه وانجزنا الفنون الجميله. الان سنباشر خلال شهر في تطوير تقاطع الصرافيه وتقاطع براثه وانشاء جسر موازي لجسر الصرافيه، بالتالي تصبح الحركه حره في هذا المحور ونربط شرق بغداد بغربها بدون اي توقف. يعني المثنى كمل عمل بيلو بعد الجسر. الجسر الفنون الجميله اكتمل، الشالتشيه سنفتتحها خلال شهر، وبالتالي انجزنا تقاطعين في نفس المحور. هذا يسموه الشالتشيه اللي هسه بمعبر. الشالتشيه اللي الان بمطار المثنى هو. اي اللي بمعبر مخلي حولي. بالضبط، تقاطع الشالتشيه، هذا يكون نهايه الربط يعني من جهه الرصافه. من جهه الكرخ العفو. من جهه الرصافه انجزنا الفنون الجميله. وقن تقاطعين خلال هذا المحور من محمد القاسم الى 14 تموز. هذين التقاطعين هما تقاطع الصرافيه اللي هو يسبق جسر الصرافيه. أيوة. وتقاطع براثه اللي هو يقع في جانب الكرخ من العاصمه بغداد. وسننشئ جسر اخر لانه جسر الصرافيه ايضا راح يصبح عنق زجاجه. وبالتالي نحتاج الى ممر اخر، ولذلك ايضا راعينا الشكل المعماري باعتبار جسر الصرافيه ومن جسور بغداد التاريخيه. صح. بالتالي لا يمكن انشاء جسر بطبيعه او سيستم يختلف عما موجود. راعينا ايضا الطبيعه المعماريه وسننشئ جسر مماثل له شكلا وتحملا. جميل. واستيعابيه ايضا. حددتوا المكان؟ بالضبط، تم تحديده ستتم مباشره ان شاء الله خلال شهر من الان. بتنفيذ تقاطعين اللي ذكرناهن اللي هو تقاطع الصرافيه وتقاطع البراثه، وايضا وجسر عابر لدجله بجانب الصرافيه ليكون توأم لجسر الصرافيه الحالي. ممتاز، هذا اعتقد طبعا اضافة الى ذلك انشاء جسور مشات، لان هذه المنطقة ايضا تحتاج جزء من مشكلة الازدحامات فيها والعبور السابلة من مناطق غير مخصصة للعبور، خاصة طلبة الكليات وغيرها. سننشئ ثلاث جسور بسلالم كهربائية، جسور مشات، فيصبح المحور سالك دون اي قيود. ممتاز. موضوعات باب شرجي قرطبة طبعا سنشهد افتتاحها خلال ايام قليله ان شاء الله. وبالتالي حققنا منجز اخر من هذه الحزمه، مشروع مهم جدا يفك عقده مروريه. رصدت كاميراتنا توقف في هذه العقده لمده اكثر من نصف ساعه في بعض الاحيان. سيصبح التوقف صفر في هذه النقطه بعد انجاز المشروع. التوقف الذهاب والاياب قصدك؟ نعم، السير القادم من بورسعيد باتجاه ساحه التحرير او نفق الطيران، والاتجاه العكسي ايضا. اضافه الى ذلك نقطه الدخول والخروج الى محمد القاسم من جهه القيلاني. او الدخول من جهه يعني من جهه النهضه باتجاه ساحه الطيران. السير القادم اسفل يعني بجانب مستشفى القوى الامن الداخلي. اللي يقع اسفل مقابل محطه القيلاني. نعم، هذا التقاطع مهم جدا، وموضوعة اختيارنا إلا ليست عشوائية. صحيح ساحة التحرير هي مكتظة، لكن ليست يعني احنا من قارنا نطور ساحة التحرير لو نطور قرطبة. كان الأولى قرطبة كمرحلة أولى. ليش؟ لأنه أوقات الذروة من خلال الرصد، طبعا للعلم حضرتك وللمشاهد الكريم انه تم يعني سبق اختيار الاماكن وضع كاميرات في اغلب تقاطعات بغداد. صحيح. وتم مراقبه هذه الكاميرات، وتم اختيار التقاطعات التي فيها زمن انتظار اطول من غيرها وفق الحاجه. وفق الحاجه طبعا. واللي تؤدي وظيفه مروريه اكثر تم اختيارها، والتي تؤدي وظيفه مروريه اقل سيتم يعني تحديدها في حزمات لاحقه. نعم. جيد، زين عندكم كان في النيه او بحزمه اخرى تحلون قضيه ساحه التحرير؟ شوف استاذ، احنا بالنسبه لنا هاي حزمه يعني مو فقط تطوير تقاطعات، يعني بها تطوير تقاطعات مثلا تقاطع الفنون الجميله، تقاطع قرطبه، تقاطع المشن، لكن ايضا واحد من يعني هذه الحزمه تنوعت في اختيارنا لها. واحده من الاهداف اللي استهدفتها هذه الحزمه هو زياده عدد الجسور العابره لنهر دجله في بغداد، من اللي تربط الكرخ بالرصافه. طبعا راح ننشئ الان في بغداد مثل ما تعرف حضرتك
في شمال بغداد نبدأ بجسر المثنى، وفي جنوبها ننتهي بجسر بغداد الكبير اللي هو اللي على اللي هو هذا اللي هو قرب الزيوت، مجمع الزيوت. بلي. هذا آخر يعني، شمالا هو البداية في جسر المثنى، وجنوبا هو جسر بغداد الكبير اللي يعبر باتجاه محمد القاسم من سريع الدورة باتجاه محمد القاسم. الآن في هذه الحزمة سننشئ 4 جسور أو 5 جسور مع الصرافية، ممر ثاني للصرافية، ممرين بجانب المعلق، هذا راح ننشئه. أيضا راح ننشئ ممر آخر بجانب الجادرية، وسننشئ ممر أو جسر اللي هو جسر غزة، راح يربط سريع زعفرانية، نعم، باتجاه زعفرانية. هذه الجسور شنو هدفها؟ هدفها هو زيادة أو توزيع الزخم العابر من الكرخ إلى الرصافة أو بالعكس على الجسور الحالية. مثلا أضرب لك مثال، حضرتك اليوم من سكان مدينة الصدر تريد تتجه للمنصور، فما عندك غير تعبر أما على جسر السنك أو الجمهورية 100%، لأنه باقي الجسور ما تؤدي غرض أو تصلك إلى نقطة الوصول اللي تريدها. الآن في هذه الحزمة عندنا مشروع اللي هو ربط ساحة الطلائع بساحة اللقاء في المنصور من خلال ربط مقتربات جسر باب المعظم، مرورا بمقبرة الشيخ معروف، عبورا إلى شارع مطار متنة اللي هو 14 تموز، ومن خلاله في يعني بجانب أو من خلال المطار المثنى نفسه، الأرض المطار المثنى، نتجه باتجاه الوشاش وإلى ساحة العربي ومنه إلى ساحة اللقاء. شوف إحنا شو ربطنا، ربطنا مركز الكرخ بمركز الرصافة، بالتالي جزء من سكان الرصافة وجزء كبير من سكان الكرخ عند عبورهم إلى الجانب الآخر من النهر راح ما يسلكون الجمهورية ولا يسلكون السنك. واضح. وبالتالي أنا خففت على ساحة التحرير، خففت على ساحة الخلاني وهكذا. هاي ذكرني بالأمانة اللي كانت مال مدينة 72 أتوقع. نعم. تفتر على الطلايع وتطلع على العلاوي. بالضبط. جيد، هو هذا شيء إيجابي يعني إحنا. يعني هو كل شيء مدروس، يعني ماكو شيء اعتباطي، يعني فكرنا نسوي هنا جسر أو يعني هي حلقة. واضح. بس هذا عشان نكون واقعيين. نعم. احنا اذا ما شفنا عمران نقول هاي وين الحكومه ما تشتغل ما تقدم خدمات، نشوف اكو شغل يصير ازدحام، هم نحكي هم المواطن هم حقه يقول لك انت هاي صار لك فتره 20 سنه وين كنتوا وهسه بديت تتحركون، انتوا هم كنتوا بالمسؤوليات ما نفذتوا ما عليكم، وهذا من حقكم وهذا صحيح. انا اقول بانه تروح مثلا ساحه عدن، هذا مكان كلش حيوي بصراحه، يقال بانه هم ما راح يفتح قريب لان هذا حيوي، ويطلع على الحرية، يطلع على العدل، ويطلع على الجامعة، وهذا يطلع على شمال بغداد وعلى التاجي، وهذا يطلع على مدينة الكاظمية، ودخول مهم جدا، وتعرف كل المحافظات تدخل إلى الكاظمية، هذا يمتى ينجز؟ شوف أستاذ، طبعا يعني حضرتك تنظر لساحة عدن كساحة عدن كموقع، احنا ما ننظر لها. يعني احنا في هذه الحزمة هذا محور 14 تموز اللي هو مطار المثنى، شوف ايش عندنا كم عملية تطوير به، عندنا ساحة المثنى، العفو ساحة عدن وصنعاء، ساحتين هن بنفس التقاطع، عدن وصنعاء، الشالشية، الطوبشي، عندنا ايضا التقاطع المحكمة الإدارية اللي هو بوابة الخضراء، عندنا بالحزمة الثانية يضاف الى فندق ريكسوس اللي داخل الخضراء اللي هو الجندي المجهول. هذا ايضا من ضمن الحزمه الثانيه راح نستهدفه، راح نربط المعلق بالطابقين ضمن هذه الحزمه الان. عمل موجود. وراح ننشئ اكو شغل دا اشوف. نعم اكو عمل هناك، راح هذا جزء واحد من مشاريعنا اللي هو يتضمن انشاء جسر في تقاطع المصافي بجانب الدوره. واضح. وايضا مد الطابق الثاني من المعلق، اذا حضرتك انت جاي من الدوره شوف اكو جزء من المعلق مقطوع. تمام. هذا الجزء المقطوع راح نمده بشكل يعني ضمن شارع بدر او شارع مؤسسه السجناء باتجاه نهر دجله ضمن الجزره الوسطيه، يمتد الى ان يصل الى المعلق، راح نعبر بجسرين، جسر بجانب الامانه العامه لمجلس الوزراء الجديده، وجزء الاخر بالاتجاه الثاني باتجاه جهاز مكافحة الإرهاب. وبالتالي شوف نقلنا محور كامل. يعني أنا اليوم مثلا شنو أسباب اختيار هذا المشروع؟ اليوم أنت جاي من الجنوب، من كل محافظات الجنوب
سالك الطريق الدولي صح؟ تمام. دخلت الى بغداد عن طريق سريع الدورة اليوسفية الجديد. جديد. اول عقدة راح تلاقيك هو عقدة المصافي. صح، ازدحام زخم كبير. استهدفناها الان، باشرنا العمل بها. العقدة الاخرى هي ساحة الحسنيين اسفل المعلق. تمام. ايضا استهدفناها بعد ماكو داعي للي يريد يتجه للكرخ للكاظمية الغيرة اللي جاي من الجنوب ما راح ينزل بالساحة. راح يطلع مباشر باتجاه الخضراء. راح يعبر الجسر ايضا، عندنا المعلق وضعه ما يتحمل انه نضيف عليه لود اضافي، فانشأنا جسرين موازيين، واحد ذهاب وواحد اياب بجانبه، وايضا راعينا الشكل المعماري للمعلق بحيث ما يصير. قصدك هذا الارض اللي سويته الارضي هذا لا 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 هذا راح يزال، هذا بعد مشروع الان باشرنا به. مباشر جديد. ونعبر وين؟ نعبر الى اتجاه تقاطع ريكسوس، هذا ايضا اللي داخل الخضراء. اللي داخل الخضراء راح ينشأ فندق، وراح ايضا يضاف له المحور الجديد، فهذا راح يصير عقده مستقبليه ايضا راح تستهدف ضمن العمل. ممتاز. نتجه باتجاه الى باتجاه شارع مطار المثنى، كل العقد زناها وصولا الى الكاظميه، بالتالي القادم من الجنوب باتجاه الكاظميه لاداء الزياره لاداء غيرها ما راح يتوقف نهائيا. ما راح يتوقف. بذلك يعني احنا هذه الحزمه درست بعنايه، درست وفق تخطيط مدروس وعلمي. اما ما يقال انه نقل الحركه وكذا، هذا سببه هو انه لا يمكن العمل في كل التقاطعات دفعه واحده، ولكن هي مراحل. كل ما ندعو للمواطن وايضا ندعو للاعلام اللي حريص على تطوير بغداد وتطوير بلده انه يواكبنا وانه ياخذ المعلومه من مصادرها ويوضحها للجمهور، وايضا ندعو جمهورنا الى انه يعني يكون اكثر صبرا وتحمل، خاصه مع الطفرات السريعه في الانجاز. يعني اليوم نشوف مشروع متلكئ حق المواطن من يتذمر، اما صح. انا بصراحه عندي اصدقاء يجون مثلا الى بغداد يشوفون، يعني يقول اسبوعيا يجون، يعني مرات يخابروني بدافع المزحه يقولوا انت شنو جاي تلزقوا بكارتون، كل اسبوع طافرين ماشيين مسافه بالعمل. صح. هذا دليل سرعه وكذا، هذا يطمئن المواطن، هذا يخليه يتحمل. يعني انا بصراحه انا اليوم بدايه العمل من كنا نقطع شارع ننسب انا كنت انزل للشارع صحيح القى او اسمع كلمات مشتته، الان مع القطوعات هناك ثناء، هناك يعني مديح، هناك كذا، هذا دليل على الرضا الشعبي لهذه المشاريع. صحيح. وتقبل المواطن رغم المنغصات والازدحامات، لكن هناك بوادر امل يلمسها المواطن. واليوم احنا في هذا العام ان شاء الله اللي اطلقت عليه الحكومه عام الانجازات سنشهد افتتاح 90% من هذه المشاريع. ما شاء الله. كحزمه اولى. كحزمه اولى. ونبدا بالحزمه الثانيه او بدينا بالفعل بها. بالتالي العمل مدروس وماشي ضمن خطه معينه، بل يسبق الخطه. قرطبه خطتها 1/6 راح نفتتحها 1/4 ما شاء الله. مشاريع اخرى خطه راح تسبق خطتها بشهرين ثلاثه. ممتاز. فالحمد لله ماشيه الامور في الاتجاه. يلا تحملناكم 20 سنه ماكو خدمات عليكم على الشهرين موفقين ان شاء الله. انا ولا اقاطعك كثيرا اعتذر، لكن بصراحه المهندس العراقي قادر على العمل ولا يعوزه شيء، ولكن يحتاج الى الدعم. اليوم من لقى الدعم من اعلى راس في الخطه؟ يعني انت اليوم مثلا دوله رئيس وزراء متابع شخصيا لكل مشروع، يزورنا ويعرف افتتاحيات ويعرف مشاكل كل مشروع، وهذا كله دعم للمهندس. ورغم العناء البيروقراطيه شوي تقللها العناء. صحيح. يعني اليوم انت تشتغل 24 ساعه تمام ارهاق جسدي فعلا. لكن تشوف مهندسينا بالشارع ما بالعكس مرتاحين، واكو بوادر يعني من نوع من الـ 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 التفاؤل يخلق طاقه. نعم. احسنت. هذا شنو اللي بصف نهر دجله؟ هذا واحد من المشاريع العملاقه اللي لم يكن اهم المشاريع. احنا اليوم مثل ما ذكرت لحضرتك مهمه هذه الحزمه واحده من مهامها هو زياده الربط بين اوصال الكرخ والرصافه. عندنا تطوير في جانب الكرخ او في قلب الكرخ وتقاطع النسور. ممتاز. هذا مشروع ممتاز وجيد، ولكن لا يكتمل الا باكتمال هذا المشروع. شلون؟ احنا واحد من اجزاء مشروع النسور هو نفق عابر من المنصور باتجاه القادسيه. هذا النفق ما راح يؤدي الغرض مع وجود يعني وجود شارع محلي هو شارع القادسيه الموازي للنهر اللي عبرك على الجادريه. صحيح. ما
ما راح يفي، راح صح يعني القادم من المنصور بدل ما يتجه باتجاه التقاطع والإشارة ينزل بالنفق، ينزل بالنفق بس راح يصطدم بعد عبوره سريع القادسية بالشارع المحلي. احنا كهدف من اهداف المشروع لتكملة لازم الربطة بجانب الرصافة او بمركز الرصافة او وايضا نخفف العبء عن باقي الجسور اللي هي جادرية اللي تعاني من عبء كبير نتيجة وجود جامعات بغداد والنهرين اللي بيها حسب التقديرات أكثر من 65,000 سيارة بين طلبة وتدريسيين وغيرهم وموظفين. صح موظفين. هذا المشروع راح ينقل لنا الحركة من مقتربات النسور بعد تطويرها، راح ننشئ جسر عابر إلى سريع القادسية، نزيل الجسر الحالي الموجود هذا اللي بممرين راح اللي على الاتحادية، على الاتحادية راح نزيله وننشئ جسر بفضاءات أوسع يعني بممرين ذهاب وممرين إياب. وهذا الجسر يعبر باتجاه جزيرة أم الخنازير، واضح يربط باتجاه جزيرة الأعراس، طب يمشي أرضي إلى أن يعبر يعبر من تحت أسفل جسر الجادرية الحالي زين. ويعبر باتجاه جامعة بغداد بجسر، واضح هناك منفذ خاص لجامعة النهرين وبغداد لأنه يعني راح هذا الأمر راح يسهل على طلبة الجامعة بشكل كبير. تمام. راح عندنا فروع من هذا الجسر تكون منافذ خاصة للجامعات. أيضا يتجه باتجاه الآخر ليرتبط مع توسعة أبو نواس، يعني راح ينزل يعني عنده مقتربات جسر الجادرية من جهة الجادرية راح يعبر الجسر الجديد ويتجه باتجاه مطعم السفينة ومطعم داوة، واضح ويتجه باتجاه النهر بالمنطقة اللي التعريض بيها مكافي على اليابسة. راح نعرف قصدك من مدخل جامعة النهرين على أبو نواس كل إلى أن إحنا بهاي النقطة ننتهي بمنتزه شهداء الكرادة، واضح عندها هذا هو أي نعم عندها يكون أبو نواس أصلا بسايدين. صحيح. حققنا سايد ثاني لأبو نواس بالمنطقة اللي كانت هي مزدحمة اللي تمتد من متنزه شهداء الكرادة إلى جامعة بغداد، وبالتالي انخلق عندنا محور جديد أيضا إضافة ولمسة جمالية راح تكون في هذا المكان لأنه بصراحة راح يضيف مع بناية البنك المركزي الجديدة على مشارف دجلة. هذا المشروع راح يكون مهم جدا. أيضا من فوائد هذا المشروع هو وجود مثل ما ذكرت المداخل والمخارج إلى الجامعات. أيضا من جهة القادسية جسر القادسية راح يوفر مداخل ومخارج إلى الخضراء من جهة بوابة القادسية، وبالتالي ربطنا 14 تموز بهذا المحور الجديد، بالتالي هي توزيع حركات وتوزيع زخم مروري على مجموعة من الجسور، وبالتالي يكون الانتقال بين ضفتي الكرخور الرصافة. أسعدنا بعد هواي مشاريع ما راح نتطرق لها مو كل التفاصيل لأن بهاي الحزمة عندنا أكثر من 35 نفق وجسر. أيوة على القناة. نعم. مجسرات الموجودة. صح عندنا 16 مشروع لكن في داخل المشروع الواحد أكثر من مشروع وجسر. يعني شفت أنا بالمشتل يمكن أكو هم ماتين شيء ضخم. يشتغلون. تقاطع 77. نعم. أي ما أعرف شفته في اليوم. تقاطع مهم يعني. راح يربط لنا المشتل بالعبيدي والبلديات بالعبيدي ايضا حتى شالوا اعمده الطاقه يعني غيرت مساراتها. نعم غيرتوا مساراتها لانه منطقه الحث اصبحت قريبه بالتالي تشكل خطوره، فتنسيق مع الاخوه في وزاره الكهرباء ممتاز. تم تغيير هاي الابراج وتحويلها الى اندر جراوند ارضيه ممتاز. هذا انت ينجز وايد يسالون عنه. شوف استاذ كلهن راح ينجزن في 24 عام انجازات عدا النسور وتوسعة أبو نواس وربط المعلق بالطابقين ومجسر استراتيجيات ومجسر الطلاع. أولا لأنه بدأ متأخر. صحيح. في عام 23 وعمل ضخم وعملهم ضخم، فذن الأربع مشاريع أو خمسة راح يتحولن على 25 بداية 25 أيضا. وأما الباقيات كلها إن شاء الله خلال هذا العام في هذا الشهر في نيسان القادم لدينا ثلاث مشاريع سيتم إنجازها. ممتاز. بالتالي شهريا سيكون مشروع إلى مشروعين يتم إنجازه. احسنتم جزاك الله خير. أسد خلينا نطلع خارج بغداد يلا. اخذنا وبغداد اخذت حصه الاسد بصراحه بالحديث. طرق خارجيه. نعم سويتوا طرق خارجيه بصراحه اكو يعني نروح البصره كذا اشوف
طرق خارجية صارت أفضل، الخارجية بس أيضا توقفت بها الصيانات من عام 2013 إلى عام 22 تقريبا. هذه الفترة بسبب قلة التمويل، حرب داعش، الوضع الأمني، هواي أسباب. تدري الصيانة من تنترك سنة تولد مشاكل، حتى الضرر نفسه إذا ما تعالج بوقته، إذا بدأ تشقق بسيط تركه بعد سنة راح يصير تخدد، والتخدد يتحول إلى اندثار الطريق بالكامل. مثلا طريق كركوك كان من الطرق السيئة جدا بسبب يعني وضع الأمني، ما كنا قادرين نوصل إلى بعض المناطق في هذا الطريق. بدينا بحملة تأهيل كبرى، يعني نعتبرها أكبر حملة تأهيل منذ عقود. طبعا 400 كيلو دفعة واحدة بدينا نأهلها، ابتداء من حدود أمانة بغداد عند منطقة بوب الشام، انتهاء بحدود بلدية كركوك، مسافة 400 كيلو للممرين ذهاب وإياب. والآن وصلت مراحل متقدمة رغم تعثر التمويل، لكن سيتم إنجاز هذا الطريق الحيوي المهم اللي هو يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية، وبطريقة يعني نظمنا به السيطرات، خلينا به محطات وزن، بعض الممرات عرضناها بالمناطق اللي يدخل بها مثل الخالص الطوز، هذه مناطق بها عقد مرورية نتيجة يعني دخول الطريق العام في بعض القصبات والأحياء والمدن، فبدينا عرضنا وأنشأنا طرق خدمية في هذه المناطق. أيضا طريق البصرة الدولي يعني شهد وضع ممتاز جدا، ما عدا مقطع بسيط سنباشر به خلال شهر أو شهرين إن شاء الله، اللي هو المقطع الممر القادم إلى بغداد من البطحاء إلى الديوانية، فقط هذا المقطع وسنباشر به. أما باقي الطريق هو وضع ممتاز جدا. الآن اتجهنا باتجاه الغرب ويعني تقريبا إلى منطقة إلى الفلوجة، الآن أيضا وصل التأهيل ومستمرين حسب ما يردنا من تمويل. طريق بغداد موصل أيضا أنجزنا به مقاطع مهمة جدا، ولدينا هذا العام مقاطع أخرى، مقاطع بلد الدجية الغيرة، وأنشأنا يعني محطات وزن للسيطرة على الحمولات. وطبعا إحنا يعني العراق تدري حضرتك أغلب الطرق به أيضا نرجع نفس السبب ونفس المشكلة، مبنية بتخطيط قديم وباستيعابية. من كان العراق يمتلك مليون سيارة، هدف سنة الهدف عام 2000 أنه العراق يمتلك مليون سيارة، الآن فقط بغداد 4، الآن نمتلك حسب التقدير أقل التقادير هو 8 مليون. 8 مليون سيارة في طرق، الحمد لله مضينا في إنشاء ممرات ثانية، بعض المدن كانت مرتبطة بممر واحد يعني هو ممر ذهاب وإياب يعني سايدين، هذا يشكل خطورة كبيرة. الحمد لله الآن أغلب المدن ما عدا موصل كركوك الآن باشرنا به ضمن موازنتنا لإنشاء ممر ثاني. عندنا طريق العمارة بتيرة فجر آل بدير ديوانية، أنجزنا خلال العام الماضي عام 23 ما يقارب 120 كيلومتر من عنده، والآن عندنا 50 كيلومتر إن شاء الله تنجز خلال هذا العام. مو هنا المشكلة، أنتم راح تبنون جسور، نعم، شوارع طرق، نعم، خارجية، ورا فترة راح نشوف أكو إشكاليات بالطرق، ميلان ونشوف يعني آثار إطارات الحمل الكبيرة اللي لحد الآن لم تتمكن الحكومة من وضع ميزان حقيقي، من وضع رقابة حقيقية وإنهاء المشكلة الكبيرة هو الوزن الزائد، بحيث أنت جزاكم الله خير تشتغل وتبلد وتكمل الجسور العفو الطرق، ولكن يجيك المخالف بموافقة بعض الفاسدين بدوائر الدولة للأسف، ويعبر وينهي هذا الجهد الكبير، وبالتالي احنا راح نرجع في نفس المشكلة. شوف صار بالفعل يعني واحدة من أسباب يعني تقليص العمر التصميمي للطريق هو سببين بالدقة، أما الحمل الزائد غير القياسي، لأن هو الطريق بالنتيجة هو منشأ، حالة حال البناية، حالة حال السد، حالة حال أي منشأ هندسي آخر، إلى حمل تصميمي. يعني اليوم مثلا الأحمال التصميمية احنا نصمم على 90 طن طرقنا وجسورنا بموجب الكود العراقي، من تجيك 120-130 طن بالتأكيد راح تقلل من العمر التصميمي وتسبب تشوهات سواء على الطريق أو أضرار على الجسر. الطريق تسبب له تشوهات وتسبب أضرار على الجسم الإنشائي للجسور أيضا. لذلك
الحكومة التفتت بشكل واضح لهذا الموضوع، وبصراحة كان هناك مشروع متلك وهو موضوع محطات الأوزان. دولة رئيس الوزراء تبناه شخصيا، والآن الحمد لله مشينا بمراحل جيدة، تم إحالته، والآن نعكف على إنشاء ما يقارب أكثر من 50 محطة وزن في عموم العراق. شغلنا جزء من عدها في الخالص، في المنصورية، في العفو، في أبو صيدة، في ديالة، والآن نعمل على تشغيل محطة النباعي. يعني ركزنا على مراكز الأحمال، لأن تعرف أنت اليوم الحمل القادم أما من مقالة إنشائية أو منطقة صناعية أو موانئ أو منافذ حدودية، صحيح. هو هذه مصادر الأحمال، صحيح. فإحنا استهدفناها بصراحة. اليوم مثلا عندك مقالع النباعي، واحدة من مشاكل الأحمال اللي مثلا الأحمال القادمة من كردستان، من شمال بغداد، من شمال، صحيح. من المناطق الشمالية، الموانئ بأم قصر وغيرها. الآن نعكف على تشغيل هذه المحطات بالمرحلة الأولى، وإن شاء الله خلال هذا العام سيتم تشغيل ما يقارب 25 إلى 30 محطة. من أصل؟ من أصل إحنا نحتاج عموم العراق 80. 80. الآن 50 يعني تم. وإذا كانت بالأماكن الحقيقية خلاص تكفي، جيد. إيه يعني هو اختيارها طبعاً بالتنسيق مع الأخوة في مديرية المرور، ويعني هو يعني وضعناها بخطة أيضاً على ضوء شبكة الطرق الحالية والمستقبلية. يعني وين ما تروح، منين ما تروح كسائق حمولة، لابد أنها تمر على محطة وزن، مداخل المدن، غيرها، المنافذ وما إلى ذلك. أحسنتم أستاذ حسين. عندنا مناشدة حتى قبل أن نختم الحلقة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله أعمالكم. المطلوب من دائرة الموازنة في وزارة المالية الإجابة على كتاب لجنة التعويضات التابعة لمؤسسة الشهداء، ليتسنى لها صرف المبالغ للمتضررين والمهدمة منازلهم ويسكنون الآن بالإيجار، علما أن الكتاب الأول مرسل إلى وزارة المالية تاريخه 19/1/2023، وتراه كتب تأكيد ومطالبة بالإجابة، ومنها بتاريخ 24/1/24 وآخرها بتاريخ 14/3/24، علما أن هذه هي القائمة الوحيدة المتبقية، وتم تصفية كل قائمة نخوة من ابن الفلوجة للغيارة. واحد من أخواننا من الفلوجة يقول أعتقد هاي مال متضرر الأعمال الإرهابية، فطالبين كتب إلى وزارة المالية بالتعويض، إلى وزارة المالية دائرة الموازنة صرف مبالغ تعويض الأقل من 30 مليون. القاضي وائل داغر ياسين رئيس اللجنة الفرعية الثالثة للتعويضات في الأنبار، يعني مخاطبين وزارة المالية وذاكرين الأخ ياس خضير عباس عبيد والمبلغ المذكور، وأيضا مراسلي مرة أخرى أيضا في يوم 14/3 أيضا القاضي وائل داغر ياسين، وراجع أيضا الأخ القاضي وائل داغر ياسين مؤشر إلى كتاب وذاكر في يوم 24/1/24 إلى وزارة المالية. هذه يعني وزارة المالية هي ليست متفضلة بالتالي على المواطن، وهذه التعويضات هي فرضت أو قرت بقانون، وعلى وزارة المالية أن تصرف. احنا سعدنا ملاحظات على وزارة المالية، احنا كموظفين كناس عندهم مشاكل، عندهم تعويضات، هي عندهم اكو موازنة 3 سنوات، واكو اموال، والمواطن ما يهمه بأنه والله الدولة ما حتوفر، ما عندها سيولة، هاي مشكلة دولة. من أقروا للدولة الحكومة الحالية 3 سنوات موازنة، صار عندها يد الصرف واضح، إذا يقول لي أنت وقت البرنامج، فصار عندنا مساحة للصرف، ما شاء الله أكو استرجاعات أموال، أكو ضرائب، أكو فعلا موازنة دائما نظبة الاستثمارية باتجاه التشغيلية، أموال رواتب موظفين وعدات كبيرة كلها. ونرجع نقول هو احنا مواطن ما له علاقة بكثر ما الدولة له علاقة. أنا خب ما أجيب أسوي جيوش، خب أوفر، أفتح مجالات الاستثمار، أفتح معامل، أشغل الناس بالقطاع الخاص وأعطيهم تقاعد وضمان اجتماعي، وهي موجودة لكن ما مفعل. لكن بصراحة أشوف الحكومة الجاية العفو الموجودة أكو حركة بهذا الاتجاه،
أن يعمل القطاع الخاص موازي للقطاع العام حتى لا يكون كل تذهب باتجاه الوظيفة. على العموم فأن يوصل إلى يوم 28 بالشهر إلى 30 بالشهر يجي الرواتب. هذا هناك الناس عندها التزامات، كهرباء، مولدة، يعني أطفال مدارس أهلية، خطوط. الحكومات اللي خلتنا نترك الحكومة ونروح باتجاه المدارس الأهلية هاي كارثة كبرى. علينا إعادة النظر بالتعليم بشكل عام، إن كان في المدارس الابتدائية في وزارة التعليم أو في وزارة التربية. علينا إعادة النظر الحقيقية بشكل حقيقي. هذه مشكلة أساسية. كل الناس ذهبت باتجاه كليات أهلية ومدارس أهلية. هذا يفيد المستثمر والتدريس حقه، يقول لك عندي أخذ فلوس أكثر من راتب مع العلم خير من الله راتب الموظف أبو التربية حتى أبو التعليم العالي، وأنه أكو طمع دي يصير يحولون نفسهم إلى الأهلية، وهذه طامة كبرى. على العموم مشاهدين الكرام تجاوزنا جدا على الوقت، شكرا جزيلا للأستاذ حسين جاسم كاظم مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان. شكرا لك. ان شاء الله نلتقيك واحنا نفتتح مشاريع ان شاء الله. ان شاء الله بعون الله. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام نكرر، تقبل الله صيامكم واعمالكم، ما تبقى من الوقت الا قليل للفطور، فطور هنيئا ان شاء الله وشهيا، وندعو من الله حسن العاقبه. في ختام البرنامج تقبل تحيات قائد البرنامج انا ومعده ومقدم البرنامج حازم الحربي. التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم قبل العيد إن شاء الله، راح يكون أيضا في نفس التوقيت في الساعة 4 عصرا، وبعدها وبعد العيد سوف يتم العودة إلى التاريخ أو التوقيت الأصلي للبرنامج هو في الساعة 9 مساء. في أمان الله.